بسم الله الرحمن الرحيم. احبابنا طلبه وطالبات الشهاده الثانويه دفعه 2024، دفعه الابطال، الدفعه الجميله، الشباب الجميل، اهلا بكم مع مراجعات ليله الامتحان والمراجعات النهائيه لماده اللغه الانجليزيه للصف الثالث الثانوي. ان شاء الله معايا على ميعادنا على التعليمي اكاديمي هيبقى عندنا بلان قوي جدا للمراجعه. هنقول لك دلوقتي تفاصيل المراجعة بتاعتنا. احنا هنشتغل المراجعة بتاعتنا تالتة ثانوي ازاي السنة دي. تعال نشوف مع بعض كده. احنا في المراجعة بتاعتنا انا بنشتغل شغل عشوائي، دايما بنحب نشتغل كده according to a plan، طبقا لخطة. يعني احنا عندنا الخطة بتاعتنا وان شاء الله نحقق كل اللي موجود معانا في الخطة بتاعتنا دي. يوم هنبدأ المراجعة ان شاء الله يوم 8/4/2024. هنبدا بدروس الادفانسد جرامر ليسنز، دروس الجرامر، الدروس التقدميه او الدروس العاليه شويه، او والدروس التراكميه زي اف كونديشنالز، الترناتيفز تو اف، بدائل اف، درس البارتيسيبلز، استخدامات الفيرب اي ان جي واستخدامات التصريف الثالث. برضو هناخد في المحاضره الاولى دي رايتنج سكيلز، حاجات في الرايتنج، وارت اوف ترانسليشن والترجمه، وهيبقى معانا برضو اكسرسايز اون جرامر، تدريبات على الجرامر والرايتنج والترانسليشن وجنرال اكزام امتحان نهائي. كمان المحاضرة التانية يوم 15/4 هنبدأ مراجعة على الوحدات المنهج بتاعنا. هنراجع أول ثلاث وحدات، هنبدأ بالفوكابلري طبعا واللانجوج نوتس، والجرامر هناخد فيه الباست سيمبل الماضي البسيط، الباست كونتينوس ماضي مستمر، البريزنت بيرفكت المضارع التام، وهيبقى فيه برضو اسئله على الفوكابلري والجرامر والريدنج القطعه والرايتنج والترانسليشن، وبرضو جنرال اكزام في اخر المحاضره امتحان نهائي. المحاضره الثالثه يوم الاثنين 22/4 هيبقى ان شاء الله هيبقى استكمال للمراجعه بتاعت يونت 1 و 2 3. هنكمل شرح. احنا نظام المراجعه بتاعتنا او محاضراتنا انا بشرح على البورد على السبوره هنا وبعدين بنبدا نحل. هنشرح مع بعض الباست بيرفكت الماضي التام، والباست بيرفكت كونتينوس الماضي التام المستمر، البريزنت بيرفكت، هنعمل مقارنه بين المضارع التام والمضارع التام المستمر، وكمان هنشرح الفيوتشر، نراجع الفيوتشر، وهنقدم لكم برضو شرح مفاهيم مهاره الكتابه الرايتنج كونسبت. الكلام ده هوريه لكم في الكتاب اللي احنا عاملين لكم المراجعه دلوقتي، حاجه جامده هتعجبكم قوي. هناخد كمان اسئله برضو على الفوكابلري والجرامر والترجمه والقطعه، وده امتحان بقى على يونت على اول 3 يونت بالاضافه لجنرال اكزام امتحان نهائي برضو. الاثنين 29/4 هنبدا مراجعه يونت 4 و5 و6، نفس النظام، هنراجع الكلمات واللانجوج نوتس والجرامر، بس نص الجرامر ونص في المحاضره الثانيه. هنتكلم هنراجع المودال فيربس، هنشرح هنا المودال فيربس، وكمان هناخد بعدها بقى ام سي كيو اكسرسايز، اسئله على الفوكابلري والجرامر والقطعه والرايتنج والترانسليشن وجنرال اكس. الاثنين 6/5 هنكمل بقيه مراجعه يونت 4 و5 و6، وهنكمل هناخد فيها مراجعه على الفريزنال فيربس، الافعال اللي بيجي بعدها حروف جر، والفيرب باترنز، الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي، والافعال اللي بيجي بعدها تو والمصدر. هنشرح كمان مفاهيم الكتابه الرايتنج كونسبت، وهيبقى برده معانا اكسرسايز تدريبات واكزام امتحان وامتحان نهائي برده. الاثنين 13/5 هيبقى مراجعه على يونت 7 و8 و9، وزي ما اتعودنا في نفس النظام هيبقى فيها برده مراجعه الكلمات والجرامر. هنشرح الادفيربس الظروف والصفات، ده دي اللي موجوده في يونت 7، والباسيف فورمز درس الباسيف هنشرح هنراجع شرح، وبنبدا حل برضو على الكلمات والجرامر، وهيبقى فيه امتحانين في اخر الحصه في اخر المحاضره. يوم 17/5 الجمعه 17/5 هنكمل مراجعه 7 و8 و9 برضو، هنناقش الكوانتيفايرز، استخدام افيو فيو اليتل ليتل نون وايتش وايفري اول، كل الحاجات اللي هي بتلخبطكم في الوحده التاسعه دي هنوضحها بطريقه شيقه جميله قوي. وهنشرح كمان مفاهيم الرايتنج، مفاهيم الوزاره طبعا، وهيبقى في اسئله برضو الفوكابلري والجرامر والحاجات دي كلها، وامتحان على يونت 7 8 و9 بالاضافه لامتحان شامل. الاثنين 20/5 ان شاء الله هنبدا مراجعه
يونت 10 و11 و12 اخر 3 وحدات في المنهج، هيبقى برضو على الفوكابلري واللانجوج نوتس والجرامر، وكمان هنقدم فيها اسئله، وهيبقى في 2 جنرال اكزامز امتحانين نهائيين في يوم الاثنين 27/5، ده مراجع استكمال مراجعه يونت 10 11 و12. برضو هنقدم الريلاتيف كلوزز، استخدام هو ويتش اوف ذات، ضمائر الوصل والعبارات الموصوله دي، وهنشرح النوعين طبعا. هنشرح كمان الناراتيف تنسز، ازمنه السرد، استخدام سو وساتش وذات واناف وتوتو، والريبورت سبيتش الكلام الغير مباشر، بالاضافه لشرح مفاهيم الرايتنج الخاصه بالجزء ده. بعد الاسئله هيبقى في عندنا اكزام على الثلاثه يونت، وفي جنرال اكزام امتحان شام. اخر يوم بقى 3/6 ان شاء الله، 3/6/2024، ده هيبقى فيه فاينل ريفيجن، هنراجع مراجعه عامه على كله، وكمان 4 جنرال اكزامز، 4 امتحانات نهائيه، هنحل 4 امتحانات. انا عامل لك مراجعه فيها حوالي 19 امتحان او 20 امتحان. تعال اوريك مع بعض ازاي هتطبق البلان دي في الكتاب المراجعه اللي انا عامله لك. بص معايا كده، في البلان احنا اتكلمنا، قلنا ان كل يونت هيبقى فيها الجزء من المراجعه اللي قلنا عليه. تعالوا نبص كده، هوريك كده في البلان بتاعتنا، احنا شفنا البلان، تعال نشوف بقى مع بعض الكتاب نفسه بتاع المراجعه عشان نشوف هنطبق الكلام ده ازاي. ده مراجعه ريفيجن اون يونتس، ده محتويات الكتاب المراجعه بتاعنا، الريفيجن اون يونتس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وجنرال اكزام والاكزام نايت ريفيجن، بس احنا بنفكر طبعا نخلي المراجعه ليله الامتحان لوحدها في الكتاب دي. ده بدايه الكتاب، مراجعه على الكلمات والتعبيرات وحروف الجر في الاول، وبعدها هيبقى عندنا مراجعه لدروس الجرامر من خلال مفاهيم، مجلد المفاهيم اللي حضرتك هتستلمه من الوزاره. يعني الكلام اللي مكتوب قدامك ده مجلد المفاهيم، عشان انت مش هتعرف تترجمه انا مترجمه لك وهشرحه لك. يبقى المراجعه بتاعتنا من خلال مفاهيم الوزاره، باكد على الحكايه دي، انا ما بشتغلش من كتب خارجيه، انا بشتغل من منهج الوزاره وكتاب ومفاهيم الوزاره. هقدم لك المفاهيم بتاعت الوزاره. اول حاجه عندنا موضوع السيكونس اوف تنسز، توافق الازمنه. يعني ايه توافق الازمنه ده؟ اذا كانت الجمله بريزنت، الروابط جاي معاها مضارع، يبقى في الجزء الثاني من الجمله يبقى فيوتشر. لو كانت باست ماضي، هيبقى بعدها في الجزء الثاني ماضي. درس شيق وجميل قوي، هنشوفه مع بعض اما نبدا المراجعه ان شاء الله. يبقى في هنا هبدا اراجع لك المفاهيم بتاعت الوزاره، وبعدها ده درس الناراتيف تنسز برضو، ازمنه السرد، وبعد المفاهيم اسئله طبعا على الجرامر كله وعلى مفاهيم الوزاره دي، اسئله طبعا، اسئله انتوا عارفين انا بشتغلش الا اسئله النظام الجديد، اسئله مخرجات التعلم. بعد كده الجزء بتاع الرايتنج ده اللي هناخده في المحاضره الثانيه، هيبقى فيه الناراتيف تايبس اوف ايسيز، انواع المقالات وشرح ليها طبعا. ده تايبس اوف ايسيز، نوع المقالات، او تايبس اوف باراجرافس، انواع الباراجرافات، وامثله عليها طبعا، مع اسئله على الرايتنج، دي اسئله على مهاره الرايتنج. وبعد الجزء ده هيبقى الترجمه، وبعدين امتحان شامل على اول 3 يونتس. وبعد الامتحان ده هتلاقي عندك في الكتاب نبدا مع بعض مراجعه الحلقه الثانيه بقى، اللي هي مراجعه على الوحدات 4 و5 و6، نفس الطريقه برضو، مراجعه الكلمات والتعبيرات وحروف الجر، وبعد كده مراجعه مفاهيم الوزاره، دي المفاهيم اللي موجوده في مجلد المفاهيم اللي حضرتك هتستلمه، انا هشرحها لك هنا بالترجمه بتاعتها عشان تعرف تبص فيها قبل ما تخش حتى الامتحان. المفاهيم دي هنراجعها مع بعض بالاسئله وبالشرح، وكمان هنشوف ادا مثلا الفريزال فيربس، درس الافعال الظرفيه، الافعال اللي بيجي بعدها حرف جر، وطبعا بامثله كتير قوي وشروحات كتير، وبعدها هنحل عليها طبعا على الدروس، على المفاهيم دي ودروس الجرامر دي كلها، وبعدها برضو الرايتنج سكيلز دي اللي هناخدها المفروض في الحصه في المحاضره اللي بعديها، علامات الترقيم، استخدام الكولن والسيمي كولن، ودروس الرايتنج دي كلها هنشرحها طبعا، وتدريبات عليها. بعد كده كل 3 يونت يا ولاد انا بعمل عليهم، متعودين طبعا انتوا على الحكايه دي، ان انا بعمل اسئله للتوبرز، اسئله النظام الجديد، طلبه للمتفوقين او للاوائل. كل 3 يونت هتلاقي فيها الجزء ده، البارت ده موجود، وترجمه طبعا، وكل الاسئله موجوده عندك، وبعدها امتحان على يونت 4 و5 و6، وبعد كده هنبدا مع بعض مراجعه على 7 و8 و9 بنفس الطريقه برضو زي ما شفت انت في الاجزاء اللي فوق. يعني هنا في 7 و8 و9 بعد الكلمات هتلاقي دي مفاهيم الوزاره ايه موجوده عندك ومترجمها لك،
وبعدها ادى درس الباسيف المبني للمجهول، وكمان بعد منه درس الكوانتيفايرز اول وافري وايتش بوث وايذر ونيذر وصم وميني والحاجات دي كلها، وبعد كده اسئله اختياري طبعا على مفاهيم الوزاره والجرامر، وبعدها الرايتنج يا اولاد، شرح للرايتنج، ازاي نكتب فاكت، ازاي نكتب اوبينيون اساي، مقال الراي، دي حاجه برضو مهمه لازم نبقى عارفينها. وبعد كده يا شبابنا هتلاقوا بقى في الاخر عندنا الامتحانات، ده امتحان الاول 7 و8 و9، وبعدها المراجعه بتاعت يونت 10 و11 و12 بنفس الشكل، الناريتيف تنسز، ازمنه السرد، الحاجات اللي قلناها دي كلها موجوده معانا في الكتاب اهي. وفي الاخر بقى يا اولاد بعد كده عندنا 15 امتحان، الاول برضو ده الرايتنج سيل، ازاي نكتب مقال، يعني ايه هوك، جملة خاطفة، يعني ايه اطروحة، الكلام ده كله موجود في الكتاب، واسئلة طبعا عن تدريبات على الرايتنج وترجمة وكل اللي انت عايزه هتلاقيه موجود. ده امتحان كمان، هنبدأ بقى امتحانات شاملة، في هنا 15 امتحان ورا بعض غير الامتحانات اللي شفناها في الاول فوق، منها امتحان شهادة الثانوية العامة 2022 هنحله مع بعض، كمان امتحان الثانوية العامة دور تاني، امتحان الدور التاني ده امتحان كان جميل قوي، دور تاني 2022 برضو، وبعدها هتلاقي عندك امتحان ثانوية عامة 2023 دور اول، امتحان السنة اللي فاتت، وبعد كده بقيت نماذج امتحانات هامة وامتحانات الورك بوك واسئلة موقع لونج مان، كل ده موجودة في المراجعة بتاعتنا. وبعد الامتحانات دي كلها يا شباب، بعد ال 15 امتحان في الاخر انا عامل لك مراجعة ليلة امتحان، والله ما بقول كده عشان شغلي ولا حاجه، بس قسما بالله لو 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 انا عندي ابن هقول له لا ذاكر المراجعه دي، حاجه من الاخر عامل لك مراجعه ليله امتحان، حاجه جامده قوي قوي قوي. يعني شوف مراجعه ليله الامتحان بتاعتنا، مفيش حاجه هتيجي في بالك تقول انا ما بعرفش احلها يا مستر الا هتلاقيها موجوده، انا ما بعرفش احل سؤال الاساي المقال، ما بعرفش اكتب مقال، هتلاقيني كاتبه لك جاهز، مش هتكتب حاجه، انا حلله لك جاهز اصلا، وبشكل صغير، حاجه بسيطه صغيره كده تقدر تذاكرها كده، حاجه بيس اوف كيك، حاجه سهله وبسيطه خالص. بعد الامتحانات زي ما قلنا ادي مراجعه الامتحان، عايز اديك بس نظره عليها بسرعه كده اهي، ادي مراجعه ليله الامتحان بتاعتنا الاكزام نايت ريفيجن، انا مقسمها طبعا على ثلاث امتحانات، اول يوم هيبقى يوم السبت 29/6، وبعدها الاحد 30/6، واليوم الثالث الاثنين 1/7 هنراجع فيها ايه؟ اول يوم هنراجع دروس الادفانسد جرامر ليست، دروس الجرامر المتقدمه ودروس الجرامر التراكمي، وهنحل عليها وهناخد اهم 50 سؤال في القصه، ما بعرفش حل سؤال القصه يا مستر، انا مديك 50 سؤال، والسنه اللي فاتت انا قدمت الاسئله دي لطلبه الثانويه العامه واللي جالهم في الامتحان من الاسئله دي، وكان طبعا في رهان والناس كلها شافت الاسئله، السؤالين اللي جوهم في القصه من الاسئله اللي انا مديها لك، يعني انت مش هتتعب في حاجه. كمان الليله الثانيه هنراجع مع بعض اول 6 يونت، اول 6 يونت في المنهج بتاعنا ده في الليله الثانيه، الكلمات والجرامر، وهنحل عليها كتير طبعا ونتدرب عليها. والليله الثالثه هيبقى الثلاث وحدات تانيين مع بقى تركيز على مهاره الرايتنج والقطعه، ازاي نتعامل مع القطعه، وهنشرح ازاي نحل القطعه في الامتحان باذن الله. وفي الاخر انسر ديسيس، مقالات مجابه، ده اللي هيبقى موجود معانا ان شاء الله، هتبقى مراجعه قويه جدا، وبتمنى لكم التوفيق، نشوفكم على خير احبابنا الطلبه والطلبات، السلام عليكم.